من كتر ما بيشوفوا قد ايه من اول سمستر هما بيستفيدوا، الناس اللي لم يتم اختيارهم السلسكة قدمت منحة 50% اللي حابب يكمل على حسابه الخاص. قدم كم واحد؟ عايز اقولك الدفعة الاولى احنا اخذنا 30 فقط هما اللي كملوا الماجستير، 32 واحد كملوا على حسابهم الخاص. فبدل ما خرج 30 احنا خرجنا 62. الدفعة الثانية دي اللي كانت مولتها وزارة التخطيط تمام بالكامل، كنا ساعتها اخذنا 200 مش 150، فال 200 اخذنا منهم 120 كملوا الدبلومة واخذنا 40 كملوا الماجستير. قدام ال 40 المنحة 76 واحد كملوا على حسابهم الخاص. من كتر انبهارهم، من كتر ما مش انبهارهم استفادتهم، هو عارف ان ده هيطلع ينعكس على حياته كامل. قلنا انت تخيل حضرتك ان اللي بيكمل على حسابه ده حتى بعد الخصم 50% هو مرتبه كام؟ ان هو مرتب موظف الحكومه كام؟ فكون انا هديك نماذج، انا لن انسى ناس من المحافظات كان يقول لي انا بس عايز تقسيط في المبلغ اللي هو في بتاع السمستر، انا مراتي بس تعبانه ولازم اجيب لها دواء، انا عايز اقول لك السمستر ده ما جبتلهاش الدواء علشان واللي يقول لي يجي يقول لي انا عملت قرض علشان اقدر اكمل عشان البرنامج، واللي يقول لي انا بعت عربيتي، انا بعد كده عارف اني لما اخلص الماجستير وكده انا هقدر اجيب كده، انا بعت عربيتي عشان اقدر اكمل البرنامج. البرنامج انا عايز اقول لحضرتك مش هتصدق ان في بقى بنات اوكي او سيدات بقوا الدعم بتاعهم سلسله او بتاع عشان تقدر تدفع عشان تكمل البرنامج. مين اللي بيشوفوه في البرنامج؟ لو حضرتك جيت شوف قد ايه كمان البرنامج ده وفر للدوله ملايين او للحكومه كانت هتروح لبره. عدد الطلبه اللي اتخرجوا لحد دلوقتي بعد الدفعه الرابعه يبقوا كام؟ وقبل الدفعه الرابعه يبقوا كام؟ وتكلفة البرنامج من أول ما بدأ لحد دلوقتي بيكلف كام؟ الحكومة أو الجهات المنحة صرفت عليه كام لحد دلوقتي؟ شوف حضرتك أنا هاخد هجاوب من الآخر ماشي تمام؟ بالنسبة لأول مجموعة اللي مولتها قلنا بالكامل اليو إن دي بي أو هيئة المعونة الأمريكية، الدفعة الثانية اللي هم ال 200 اللي أخذناهم اللي مولها بالكامل وزارة التخطيط، وهنا خلاص استوب. من اول الدفعه الثالثه السلسكة ادت منحه للحكومه ب 10 دفعات، منحه بالكامل ب 10 دفعات مجانا. تمام مجانا تقريبا الدفعه لو قلنا 150 مالناش دعوه بقى كمان اللي بيكملوا على حسابهم 150 كده يعني 1500 موظف. المفروض ال 1500 موظف دول هنطلع منهم 300 قائد اللي هم معاهم ماجستير، وهنطلع منهم 600 دبلومة تمام، وهنطلع منهم 300 لو قلنا 600 و 900 من 1500 يبقى فاضل 600 بالظبط، يبقى 600 اللي هم السمستر الأول شهادة و 600 دبلومة و 300 ماجستير. المنحة بتاعت السلسكة تقريبا اللي انا اعرفه ان هي في حدود من 74 ل 76 مليون. دول ال 10 دفعات اللي اولهم دي؟ لا مش اولهم، احنا قلنا احنا خرجنا خلاص دفعتين. احنا خرجنا دفعتين تمام؟ في بقى الدفعه الثالثه والرابعه اللي هي اوريدي في اخر سمستر دلوقتي هتتخرج، وفي الدفعه الرابعه اللي حضرتكوا عملتوا معاها اللي هم في الفصل الدراسي الثاني. دول اول دفعتين في منحه بالظبط. اخذنا بعدهم دفعه خمسه اللي هم يعتبروا في السكند دلوقتي تمام او في الفصل الدراسي الثاني هياخدوا الدبلومه، واخدنا دفعه سته اللي هي لو قلنا من اول اسلسكا فاحنا دي الدفعه بقى هناخد الرابعه تمام، وفي شهر مارس هناخد الخمسه، في شهر تسعه هناخد السته، وهكذا لغايه 2000.